مرحبا اخواني واخواتي المشاهدين. اسئله عديده بتنطرحها عند شراء عقار من نوع فيلا او تاون هاوس في دبي، تفضلوا معنا لنجاوب على اسئلتكم. كم هي مساحة الأرض المبني عليها؟ شو نوعها أو شكلها وشو المنظر اللي بتطل عليه؟ هل بإمكاننا اعتماد تغييرات معينة على الشكل الخارجي من حيث الطلاء أو الشكل؟ هل بإمكاننا تغيير شكل ونوع وزينة الحديقة من برا؟ وهل بإمكاننا تغيير شكل أو نوع المسبح في الخارج؟ طبعا من اهم هيدي الاسئله هي ما هي مساحه الفيلا، هل هي فيلا ملحقه نصف ملحقه او هل هي فيلا مستقله تماما؟ هل بامكاننا اعتماد تغييرات معينه على الشكل والتصميم الخارجي والداخلي للفيلا؟ هل بامكاننا اختيار شكل الديكور الاثاث؟ وهل بامكاننا اختيار نوع ومساحه الارض المبني عليها وحتى شكل المسبح في الخارج؟ الأجوبة على كل الأسئلة اللي طرحناها بتوقع بمشروع اسمه دماك هيلز، وبالتحديد فيلا الألاكارت. ليش فيلا الألاكارت؟ لأنك بتقدر تختار بالضبط الشكل والتصميم الداخلي والخارجي للفيلا، من شكل المسبح لشكل الزينة باللاندسكيب لشكل ونوع مساحة الأرض المبني عليها. الأسعار بتبدأ ب 1.5 مليون درهم. للمزيد من المعلومات رجاء ترك الاسم ورقم الهاتف وسنعود الاتصال بكم. شكراً.